ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. السلام عليكم يا عاصم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حسان. ألم ترى سلطان؟ لا، لم أره اليوم ولم يرد على هاتفي صباحاً. لعل المانع خير، ربما نام ولم يلحق بحافلة المدرسة. ربما. هل علمت بعودة منصور للمدرسة؟ نعم، لقد فرحت لذلك للغاية. لقد غضبت من نفسي بعد أن كنا نشك فيه. كان ذلك غير مقصود، ولكن الحمد لله كل شيء أصبح على ما يرام. هيا بنا للفصل الآن حتى لا نتأخر، وسنتصل بسلطان في الفسحة لنطمئن عليه. هيا، نحن المحققون. كيف حالكم يا أحبابي؟ بخير والحمد لله. أين سلطان؟ ألم يحضر اليوم؟ لا يا أستاذ، إنه لم يحضر للمدرسة اليوم. لعل المانع خير، لا تنسوا أن تتصلوا به وتطمئنوا عليه. بالتأكيد سنفعل ذلك. الآن نعود لموضوع حصتنا. أعد الاتصال به مرة أخرى. هذه المرة الثالثة ولا يرد. هل يعقل أن يكون نائماً كل هذا الوقت؟ السلام عليكم يا سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله. اعذرني يا صديقي، فلقد مرضت والدتي وذهبنا إلى المستشفى وحالتها متأخرة للغاية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هي بخير الآن؟ الأمر غير واضح. اطمئني يا صديقي، سآتي أنا وحسان إليك الآن. طمئني يا سلطان، ماذا حدث لأمك؟ إنها تعاني مشكلة في القلب منذ فترة، ولقد أرهقت نفسها جداً في الفترة الماضية. وماذا قال لك الأطباء؟ بإذن الله ستكون بخير، لا تقلق. أرجو ذلك، فهذه المرة الأمر صعب للغاية. سندعو لها جميعاً. لقد سمعت جدي يقول ذات يوم إن أفضل ما ينفع المريض هو الدعاء والصدقة، فما رأيك لو نزلنا وتصدقنا على أي فقير؟ فكرة رائعة يا حسان، لقد سمعت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح. هيا هيا يا سلطان، تعال معنا. نحن المحققون. وأين سنجد هذا المسكين؟ هذا رزق، رزق له ورزق لنا، وما دمنا نوينا الخير سيوفقنا الله له. أخشى أن نتأخر على أمي. لا تقلق، سنعود سريعاً. هل ترى هذه القطط الصغيرة؟ إنها جائعة وتبحث عن طعام. إنه الرزق كما قال عاصم. وكيف سنتصدق على القطط؟ سنطعمها. هيا اشتري علبة لبن بسرعة، ونحن سنحملها بعيداً عن السيارات والطريق. نحن المحققون. إنها تبدو جائعة للغاية. أرجو أن يتقبل منك الله يا سلطان، وأن ينقذ أمك كما أنقذت هذه الروح الجميلة. يا رب. هيا الآن لنعود ونطمئن على أمك. انظروا هناك، أليست هذه سيارة الرجل الملثم؟ وما الذي جاء به إلى هنا؟ هل يراقبنا؟ هل كشف أمرنا؟ علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.